واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده واحوال مزيانه وفرحانين ناشطين. يا ربي واخا كنعيشوا في هذه الظروف هذه وهذا المرض هذا، الله يبعد علينا هذه الوباء، الله يشافي اللي مرض، الله يرحم اللي ماتوا. مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد، مرحبا بكم في قناه منوعات ام ميسا. هاني معكم البنات مباشر، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. شكرا لكم بزاف بزاف البنات على الدعم ديالكم، شكرا لكم على تعليقاتكم الزوينه، شكرا لكم بزاف بزاف من كل قلبي. المهم البنات، نتمنى هذا الفيديو نشارك معكم ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تقطعوا الزر لايك، ومرحبا بكم اللي كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو، نتمنى لكم تشتركوا في القناه وديروا لايك بطبيعه الحال الا المحتوى ديالي عجبك. المهم البنات، اللي ما نشارك معكم واحد الكريسلات او لاكريشلات او لاكروسا ولا واحد باش كيسميها، صراحه البنات مقادير جد بسيطه وكتخرج لنا كميه كثيره. بطاطا وحده البنات غنخرجوا كميه كثيره. نتمنى البنات هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وهاد الوصفه اللي غنشارك معكم تنال الاعجاب ديالكم. وغندوز البنات بلا ما نكثر عليكم الهضره، غندوزو باش نقدم لكم مقادير وطريقه ديال التحضير، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تمشيو فيه. المهم البنات، هنا جيت باش نقدم لكم مقادير اللي غنوجدوا بهم الكريسلات. اول حاجه البنات غنحتاج جوج بيضات، غنحتاج كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، عندي هنا البنات معلقه صغيره ديال الخميره حبوب ديال العجين ذوبتها في الماء يعني دافي كما كتشوفوا معايا، وغنحتاج كذلك جوج طاشيات ديال الحلوه، غنحتاج قبيصه ديال الملح. ومكون الاساسي ديالنا هو البطاطا البنات. هنا خديت جوج بطاطات صغيورين سلقتهم وعجنتهم بالفرشيط، ممكن انك تحكيهم في الحكاكه الغليظه عفوا، اولا تعجنيهم. هنا البنات الا كنتو غديروا درتو بطاطا كبيره كافيه، بطاطا وحده كافيه الا كانت كبيره، الا كانت بطاطا صغيره غديروا جوج كما درت انا. وصافي البنات، غنحتاج دقيق، بالنسبه للدقيق على حسب الخليط. هادو هما المكونات البنات اللي غنوجدوا بهم هاد الكريسلات، كما كتشوفوا معايا كما قلت لكم مكونات بسيطه وفي متناول الجميع. واحد قصريه اولا الاناء، المهم شي حاجه اللي غتكون واسعه باش انكم تكفيكم نخلطوا في هاد المقادير ديالنا. المهم البنات ما ديوش على هاد القصريه مسكينه صابره معايا. المهم اول حاجه البنات كنضيف جوج بيضات وغنضيف عليها كاس ديال السكر، وغنضيف عليها كاس ديال الزيت، وغنضيف كاس ديال الحليب. هنا البنات غنبدا نخلط بيديا، انا اختكم راه عاديه وشعبيه كنخلط بيديا كما كتشوفوا معايا، ما كيهنينيش انني الا درت الا استعملت الضرب يدوي ولا هكا، ضروري نستعمل ايديا. المهم البنات كنبدا نخلط مزيان كما كتشاهدوا معايا، صراحه كيجيو غزالين وكيخرجوا لينا كميه كثيره وكيجيو رطابين وهشاشين. وهادي هي كفرصه نصيبهم الدراري الصغار، اذا جالسين هكا في الدار ولا نصيبهم الدراري الصغار ياكلوهم احسن من دوك بيموات ودانون وداكشي. صافي البنات، من بعد ما خلطت كلشي غنضيف قبيصه ديال الملح، غير شويه ديال الملحه، كنخلط بيديا مزيان، وهنا غنضيف كاس ديال الماء دافي ودوبت فيه الخميره ديال عجين، معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين، استعملت انا حبوب لان هذيك اللي عندي انا، ممكن نتوما ديروا شنو. وهنا البنات غنضيفوا البطاطا ديالنا كما كتشوفوا، بطاطا مسلوقه ومعجنه، اولا نتوما ممكن ديروها الحكاكه الغليظه، المهم شوفوا اللي يمسيكم، كنعجنها مزيان هكا بيديا كما كتشاهدوا معايا. صافي غنبقى نصمم بهذه الطريقه هذه كتجنس ليا البطاطا ديالي مع المقادير.
صافي هنا البنات، من بعد ما تجنست لي البطاطا مع المقادير ديالي غنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق على حسب الخليطه البنات، يعني كنضيفو ونخلطو حنا كنشوفو العجينه ديالنا خصها تكون ما تكونش يعني قاصحه، خص العجينه خصها تكون باقا كتلصق في يديك. وهنا البنات غنضيف جوج طاسيات ديال خميره الحلوى وغنبدا نخلط بيديا. كما كتشوفوا انا ديجا قلت لكم خصكم تاخذوا شي قصريه ولا شي حاجه اللي غتكون واسعه باش تكفاكم. صافي نبدا نخلط حتى يتجانسوا ليا المقادير ديالي، ومن بعد نبقى نزيد الطحين شويه بشويه حتى نشوف العجينه ديالي. المهم البنات هانتوما كتشوفو من بعد ما جمعت العجينه ديالي خصها تكون على هذا الشكل هذا، راه باقي كتلصق البنات في اليد. هانتوما كتشوفو هانتوما البنات باقي كتلصق في اليد، خصها تكون بحال هكا باش تجيكم رطبه. صافي البنات هنا خديت واحد طاسه درت فيها شويه ديال الزيت، خديت الطوا اللي غندخلها للفرن غندهنها بالزيت كما كتشوفو معايا، غندهنهم مزيان باش ما تلصقش لينا. صراحه البنات كيجيو زوينين وهكا مزيانين هكا الكاسكروط اولا الفطور، والدراري الصغار حتى هما مزيانين ليهم، واهم شيء انهم اقتصاديين وصحيين وفي نفس الوقت كيخرجوا لينا كميه كثيره. هانتوما البنات صافي دهنت الطاوله ديالي، وهنا البنات غنبقى ندير شويه ديال الزيت ليديا ضروري باش ما تلصقش ليا. كنهز كويره، نتوما شوفوا على حسب اللي بغيتو، ممكن ديروهم صغار يعني غديروا كويرات صغار، ممكن بغيتوهم كبار غديروا كويرات كبار، ولكن من الاحسن انكم تاخذوهم وديروا كويرات صغارين مقادين هكا وحلوين. حاجه صغيره كتجي زوينه احسن من حاجه كبيره. هانتوما البنات كما كتشوفوا انا قديت كويره ديالي، غنديرهم على هذا القد هذا لان باقي ملي كيخمروا، لان نخليهم يخمروا ومازال فاش كيدخلوا الفران راه كيزيدوا مازال هكا يطلقوا. ها نتوما البنات كما كتشوفوا معايا غنحطوها وغنستمر بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا تنكمل كاع العجينه ديالي. ها نتوما البنات نحاول نعاود معكم ثاني. ها نتوما كيجيو حلوين الصراحه صغيورين كيعجبوني انا. ها نتوما كما كتشوفوا صافي، وغنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع هاد العجينه اللي عندي، ومن بعد ان شاء الله نتلاقى معكم. هانتوما البنات هنا حطيت الفطور في الطاوة كما كتشوفو، ودرت حتى هادي حتى هي، وهنا باقي ليا مازال العجينة، مازال غنصيب طاوة أخرى ونعمرها. المهم البنات تنعمر الطاوة ديالي كاملين ونتلاقى معكم باش نشوفو كي غندير اليوم باش نخليهم يخمرو إن شاء الله. من بعد ما كملت الكريسة ديالي درتهم في الطاوة ديالي كما كتشوفو معايا. هنا البنات خديت صفر ديال البيض كما كتشاهدوا، غنبقى ندهن به الكريسات ديالي بهذه الطريقه هذه. ومن بعد البنات من بعد ما ندهنهم كاملين غندير عليهم الزنجلان. هنا الزنجلان البنات منقي ومحمر كما كتشوفوا، كان عندي حطفت به وغنديروا دابا فوق منه. وانتم بالنسبه يعني التزيين على حسب الرغبه ولا اللي حبيتو. صافي البنات غنبقى نستمر بهذه الطريقه هذه تندوز عليهم كاملين، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم.
صافا البنات، من بعد ما دهنتهم بالصفر البيض ودرت لهم الباذنجان كما كتشوفوا معايا هنا البنات، غنخليهم يخمروا مزيان مزيان. ضروري البنات هذه المرحله هذه تخليهم يخمروا مزيان، تقريبا نخليهم مده ساعه تقريبا او لا ساعه ونص باش يخمروا مزيان، وان شاء الله غنتلاقى معكم ملي غندخلهم الفرن وباش نوريكم الشكل النهائي ديالهم، واصلا غنوريكم كيفاش كيوليو الى خمروا. المهم البنات نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وما تمشيو فيه باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال القريشلات ديالنا او كرواسا، يعني كل واحد وشنو كيسميهم. كما كتشوفوا البنات كيخرجوا كميه كثيره، خرجوا لي 30 حبه اللي خرجت ليا دوك المقادير اللي شفتوا معايا. هانتوما البنات كما كتشوفوا، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وكما كتشوفوا معايا راه رطبين. هانتوما البنات، انا نحيد معكم هكذا، هانتوما راه رطبين والصراحه كيستحقوا التجربه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان هذا الفيديو اللي شاركت معكم يعجبكم ونكون ان شاء الله خفيفه على قلوبكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، كنشكركم من كل قلبي، ونتمنى القريشلات او لا الكورس او لا كرواسا ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنحماق عليكم وتهلاو ليا فريوسكم، دمتم في رعايه الله.